بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب كل الساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. مقعدين النهارده شويه شعريه كده عاملينهم بالكبد والقوانص. عاملين النهارده هقول لك على طريقه لف سمبوسك من غير ما تحطيها على الرخامه يدوي كده، هنشوفها مع بعض الطريقه ديت. عندنا النهارده كريم كراميل عاملينه بالبسكويت، وعندنا الابل سايدر هنعمله برده كمشروب حلو جدا. معرفش الجو قلب النهارده في ايه، احنا قلنا الصيف دخل امبارح وكده وخلاص الموضوع خلص، فجأة لقينا عاصفة غريبة امبارح، فقلنا لازم نعمل مشروب النهاردة، فعملنا كده خدنا يعني مدينا في الحلقة وخدنا مشروب كده نعمله ان شاء الله النهاردة مع بعض. اي اسئلة واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي قدامكم على الشاشة، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 من اي رقم ارضي. يلا نشوف الشعرية نعملها ازاي. هي الشعرية هتبقى تعمل لوحدها، والكبد والقوانص هتتعمل لوحدها، بس الاثنين هيتقدموا مع بعض. طيب تعالوا بقى نشوف كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخد مثلا ايه، نروح ناخد الطاسه الحلوه ديت هنشتغل بيها، ودي هنشتغل بقى مثلا كبد القوانص، ودي هنشتغل فيها الشعريه. الحاجتين دول حاجه محترمه جدا بتاعت كيتش نوفا الجديده دي، بصراحه عاجبني قوي قوي وعمليه جدا جدا يعني. سخن الاتنين دول على النار، وهنجيب عندنا يعني مادة دهنية بعد ما تسخن عندي الحاجة ديت، ونبدأ ان احنا نحمص عندنا الشعرية على ما احضر الحاجة بتاعت الكبد والقوانص. هنا الكبد متنضفة، بتشال منها اي كتل دم، تبص لها كده وتفتحيها اهي، بص نظيفة جدا اهيت، ما فيش فيها اي تجمعات دمويه ولا فيها اي حاجه خالص. كبد والفراخ والكلام بتاعت الفراخ بتبقى جميله جدا جدا لو اتعملت صح، وتبقى طازه كده بتلاقي الموضوع حلو قوي بصراحه، يعني انا بحبها جدا وبتبقى مسكره قوي. واهم حاجه سنه القرفه، هي دي اكتر حاجه بتخليها سنه القرفه دي تشيل لك اي حاجه فيها زفاره بتبقى موجوده في الكبد والقوانص بتاعت الفراخ. انا بحبها جدا واكله مميزه جدا، هنشوفها ان شاء الله دلوقتي مع بعض. بصل هفرمه كده فرم ناعمه، هعلق على حاجتين اتنين، هعلق على الكبد والقوانص وعلى الشعريه الاتنين مع بعض. ماشي كده تمام. اخد عندي شويه زيت صغيرين، نقوم رايحين عندنا على الطاسه الجميله ديت، معلقه سمنه صغيره اهي، ونقوم واخدين عندنا هنا اول حاجه الايه، الشعريه. كيس الشعريه كده يكون حلو، وحمص الباشا ديت الشعريه ديت جوه ماده الدهنيه اللي احنا حطيناها لحد ما تبدا تحمر. انا بختمها زي ما بختم الرز بالظبط، بس طبعا مفيش ما بتحط دلوقتي خالص غير لما تحمر معايا الشعريه، بتبقى جميله كده ومفلفله وهقولها لك اصلا بتبقى عامله ازاي يعني. هنا بقى نعمل عندنا الكبد والقوانص، حط عندي معلقتين اتنين سمنه او زبده وزيت، معلش لا المعلقه كانت فيها شعريه، فانا لما حطيت السمنه بس كده، المعلقه نفسها كانت فيها شعريه، فلما حطيت السمنه الشعريه نزلت في السمنه اللي انا هحمص فيها الكبد والقوانص، وده طبعا ما ينفعش، فدي هنخليها دي معلقه ودي معلقه. يلا بصل، بصلايه تانيه كده اهوت،
لان الاول قبل ما انزل الكبد والقوانص هاخد البصل الجميل ده هو وايه ونحطه هنا مع الايه في الحاجه هنا. لا جميله الماسكه بتاعتها، ما دي بتفرق برضو، خلي بالك الماسكه بتاعت الملكه بتاعتها بالظبط، الملكه بتاعتها، برافو الحمد لله، الملكه بيخليها، لا بجد بص بيخليها سهله ان انت تتعاملي معاها بالشكل اللي انا بتعامل معاها كده بالظبط. اه يعني فاهم ازاي؟ هنا بقى الشعريه نقدر كل شويه كده اهوت ايه نديها كده التقليمه بتاعتها عشان ما تاخدش لون من مكان ومكان لا، نقلب فيها لحد كلها ما تاخد الايه اللون الواحد. اكيد طبعا مش هحط المعلقه هنا تاني بقى. حطينا البصل وحطينا كل حاجه. ممكن ازود شويه زيت صغيرين. هتبل البصلايه كويس قوي. هي معلقه تانيه اهي. اللون الذهبي الجميل ده هوت اللي هو البندقي الجميل ده بتاع البصلايه ده اللي انا محتاجه. فبقى بصل كتير، البصل الكتير يخلي الحاجه طعمها سكر كده ومسكر كده وجميله، وخصوصا بصل ابيض. شعرية محمصة. نرجع هنا. البصلية اللي احنا بندبلها هنا عشان هعمل حركة حلوة قوي. هاخد شوية من البصل دول هنحطهم على الشعرية، البصل الدبلان الجميل ده. هاخد شوية صغيرين. اهم. واخليهم هنا الجنب. بعد كده بص بقى. بص يا استاذ. كده 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 كده. ماشي ونحطها في النص نقوم حاطين ايه؟ أول حاجة القوانص الأول عشان هي بتاخد تسوية أكتر. هنقوم منزلين القوانص هنا الأول تاخد تشويحة وبعد كده بقية الأشياء الجميلة بتاعتنا. هنا الأخبار ايه؟ أول لما تاخد عندنا اللون الذهبي سيبها براحتها خالص بس لازم نقلب فيها على طول. ماشي الكلام الجميل. هشوح الاول القوانص زي ما اتفقنا بتاخد وقت اكتر من الكبد وبعد كده اقوم ايه راكنها كده بجنب بس بعد ما تاخد تشويحه كده الاول وبعد كده اقوم انزل الكبد وكله مع بعضه نبدا اللي احنا نديله التشويحه وبقيه الايه الحاجه بتاعتها او الخلطه بتاعتها. شعريه جميله. يلا يلا نزل الكبد يا استاذ حمدي اهي. الله اكبر شكلها عسل. واسيبها على النار شويه. اي كبد بحطها عندي على النار ما اقلش فيها كتير، سيبها شويه كده يعني 30 ثانيه وبعد كده اقلب فيها تكون اتشمعت معايا وظبطت معايا الدنيا. الشعريه كده بقت تمام. هتضيف لها ايه بقى؟ بص يا باشا اقوم رايح لها ضايف لها البصلايه على طول الجميله اللي احنا دبلناها ديت. الله ريحتها بقت جميله. وقوم ركنا كده شويه بره الموضوع. نرجع هنا للكبده. اصحى بقى للكلام بقى اهو مع البصل بقى الكتير ده. بص بيخليها عامله ازاي، خليها سكر وانت بتاكليها. اديها ايه يا باشا؟ روقيها كده بفصين اتنين توم. الله 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 فصين اتنين توم. ماشي
خلي بالك انا ايه شغال على اتنين، على الطاستين اتنين، هنا الكبد والقوانص وهنا الشعريه. هنا احط مكعب مرق على الشعريه هنا، نقلب وبعد كده اهوت نروح واخدين عود كرفس جميل. على الايه؟ على الشعريه. واخد عندي طماطميه كده حلوه. ايوه. حاضر. يناير التين والله حاضر. هروقها. هروقها. يلا يا باشا. يا عم عايز يا عم. مش هرصينه. بص يا باشا، الشعريه هنا نقوم حاطينها الكرفس والايه؟ والطماطم. مزاج المزاج. والله مزاج المزاج الشعريه ديت بقى. الف هنا وشفا. بص حاجه كده ايه من الاخر اهو. اقلب. اختمها بقى زي الرز بقى خلاص. كلام جميل اهو. هنا عايزة ايه بقى؟ هنا عايزة شوية بهارات. سنة قرفة بسيطة. اقول لك دي اهم حاجة بقى، سنة قرفة حلوة كده. فلفل اسمر. وبعد كده ايه؟ شوية الملح. وبعد كده اقوم موطي عليها النار. وديها شوية مية صغيرين. ونسيبها لحد ما تبدأ اللي هي تستوي معايا. وادينا لها الملح وادينا لها كل حاجة. هنا نبص على الشعرية يا باشا. الله 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 الله. ريحتها تجنن. اخد شوية ملح صغيرين. وبعد كده اقوم واخد عليها المية. وبختمها زي الرز بالظبط. وبعد كده نقوم مهدين عليها النار خالص. هناخد يا باشا لازم تاخد كده الدقله الجميله ديت، اقوم مقلبه كده تقليبه، ظبط لها الملح وظبط لها كل حاجه، ما كترش بقى خلاص اي حاجه تاني، اسيبها لحد ما تبدا تختم معايا او اغطيها. طيب انا بقى في حاجه عايز اقول لك عليها، انا مثلا الطاسه اللي معايا دي ملهاش غطا، هما الاتنين دول ملهمش غطا، فهعمل ايه؟ هقوم ايه منمر كده على غطا حله من اللي هناك دول اغطي بيها الحاجه. بالظبط يا خالد اهو يا باشا. هتاخد دي مثلا، فاهم ازاي؟ تعال نجرب دي. يا عيني عليك يا عيني عليك يا ابني. خطيره خطيره. يلا فاصل ونواصل. We'll be right back.
فالكبد حيتهم عجب الله، بهارات بقى والقرفه وبتاع والميه اللي روقناها وحطينا شويه كزبره خضراء، بص الشكل عامل ازاي، لقمه بلدي كده وعيش بلدي واديها، او تعمليها بنفس الموضوع كده تقومي حاطه الشعريه الجميله ديت ختمها كده بالبصلايه المسكره اللي احنا سكرناها الاول كده وظبطناها كده وحطيناها مع الشعريه. بص بقى شويه الشعريه دول عاملين ازاي، الله الله الله. ماشي ماشي، نقوم قافلين على الباشا ده كده ونظبطها. تعالوا بقى ايه نحضر ليها، مثلا خلينا ناخد ده هنا كده نقوم مغطيين الباشا ده هنا، واقوم رايح هنا واخدين عندنا الكزرولة دي صغيرة، شوية زيت صغيرين، ممكن تسخنوها تسويها السيجمنت اللي جاي عندكم عادي، ما تشدوش نفسكم يعني. شوية زيت صغيرين. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقوم واخدين عندنا شوية زبيب نقعينهم في مية، وعندنا شوية سوداني كده مقطعينهم شرايح أو أي نوع مكسرات عندك، فاهم ازاي؟ بس اسخن الكلام دهوت عشان الشعريه بتتقدم، تحط عليها في النص الكبد والقوانص، وتحط عليها شويه المكسرات، وطبق زي العسل، طبق بجد زي العسل، سكر يعني، هتاكل حاجه طعمها حلو قوي. او ممكن تعملي الشعريه ديت مع اي حاجه تانية يعني. حط عندنا اللوز، او زي ما اتفقنا سوداني سنوبر، سوداني سنوبر مش سنوبر يعني، هو بتقولوا مثلا انا بقول سنوبر، لا انا بقول سوداني سنوبر ماشي، يعني ده بالنسبه لي ممنوعات، خش هنا اصلا خش المدينه نفسها. وبعدين ما بحسش انا بالسنوبر ده بصراحه، اللي هو يعني غالي قوي قوي قوي، هو بس عشان الزراعه بتاعته نادره بس، لكن فاهم ازاي؟ ما بحسش اللي هو يعني طعمه عادي جدا يعني، مش عارف انا بقول حاجه هبد ولا غلط ولا ايه، بس عادي يعني بحس يعني اللي بشوف سعره، لا ده ذهب يا جماعه، يعني احنا مش بنشتري مثلا نوع مكسرات، لا فهو السنوبر اتمنع من عندنا خلاص، في حاجات كده بقت ممنوعات عندنا خلاص هنا في القناه. اول ما يخش كده اهوت ياخد لون ذهبي، حلو الكلام، نقوم منزلين الزبيب نعينه في ميه ومصفينه من الميه كده، نقوم ايه مدين شويه زبيب صغيرين، لحد ما يبدا اللي هو ايه كل الكلام ده تاخد لون ذهبي. طيب بص على موضوع السمبوسك ده كده ونشوفها، على ما تبدا الحاجه ديت تتحمر معايا. يعني دي مش تاخد وقت، فلازم ابقى جنبها عشان بصراحه ما تاخدش الوقت معايا. بص الحبوب عامله ازاي، حبوب الزبيب بتنقعها في ميه بتعمل حبوب كده حلوه، وطبيعي كمان الزبيب بيبقى فيه سكر، فلما بينزل مع الزيت ومع اللوز بيخلي الحاجه تتحمر معايا احسن، هو طبعا ما بيفضلش مبقلل كده بالمناسبه يعني، هو بتنفخ كده زي الكورة كده وبعد كده بيرجع تاني زي الأول. بس كفاية كده. ليه بقى؟ لأن الكازرولة أصلا فيها نار، فيها حرارة. فبقوم شايلها من على النار خلاص كمان أهيت. أهي. ولازم يا حمدي بصراحة طالما بقى إيه تشد في اللون كده. بسم الله. حطهم كده واقوم سايبهم كده جنب الايه؟ جنب الاشياء الجميله ديت لحد ما تبدا اللي هي ساعه التقديم اقدمها مع بعض. تعال نشوف السمبوسك ايه الاخبار. هنا شويه جبنه موتزاريلا بحطهم هنا في بوله، شويه جبنه شيدر،
مقادير قدام حضراتكم. نعناع مجفف شويه صغيرين قوي، خلي طعمها حلو بصراحه يعني. النعناع الناشف ده بيخلي طعمها في حته ثانيه يعني. شويه زيتون شرايح، بس طبعا ما حطيتش كتير يعني، هي رشه بس زي اللي انا حطيتها ديت. الحاجات دي كلها تبقى مفروله معايا. طب ايه اللي يمسكها؟ معلقه كبيره كده من الجبنه الكريمي اهي، نقوم حاطينهم مع بعض واقلب الخلطه دي كلها جميله ديت. ليه بقى؟ الحاجات ديت زي ما اتفقنا هتلاقي كلها اتسمغت كده مع بعضها، ومعلقه الجبنه الكريمي اللي انا حطيتها ديت، بصي تلاقي الخليط ده كله اتسمغ في بعضه. اهو ميكس جبن محترم مع شويه زيتون وشويه نعناع ناشف اهي. بص بقت عامله ازاي؟ تلاقي بقت كتله واحده كده. طيب السمبوسك بقى عشان تجيبيها لازم تحلي منها التبريد كويس جدا. اهي نحطينها كده، ناخد اول طبقه او اول راق. بص يا حمدي يعني سهله جدا، بص كده اهي، تعملي كده الاول وكده، شايفه؟ تعملي جيب لها الاول كده، ماشي سهله اهي. بعد كده قوم واخده الحشو وحطها هنا كده. كلام جميل يا حمدي. بص يا باشا، بص يدوي يا باشا خالص اهوت، بص كده. وبعد كده قومي كده ساكن، معلش اهو ماشي كده اهو يا حمدي تمام. وبعد كده بتيجي على الطرف الاخير ده اهوت، تدي له بيضه كده كده اهو، جميل. تقوم حطها هنا كده تاني يا ريس، بص يا كبير كده، بص كده اهو وكده. عملت لها ايه؟ بقوم ماسكها من هنا كده، عملت لها ايه؟ جيب اهي، صح كده اهي. تقوم واخده كده حاطه الحشو كده بالمعلقه، تقوم مطبقه كده شغل عالي شغل عالي، تقوم كبسها كده. بس انا واخدها بالراحه خالص عشان تعرفي بصي بتبقى عامله ازاي بقى، المثلث بيبقى عامل ازاي. القطعه ديت اهي تقوم عامله ديت دهناها. ينفع تدهن ببيض او بياض بيض او نشا وميه زي ما حضرتك عايزه. لما احط كده الحاجه ونضغط عليها كده وتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. الله استاذ. واحده كمان بقى عشان خاطر الحبايب، عشان خاطر الحبايب، عشان بس في بنات بيتفرجوا علينا وكده الموضوع بيبقى صعب بالنسبه لهم اول مره. ناخد اتصال تليفوني. الو استاذه رواندا. الو ايه مساء الخير. يا مساء النور يا فندم. لو سمحت انا كنت عايزه حله الضغط. ايوه تمام. انت دايما لما بتيجي تشرحها توريني لما بتتقفل وبتتفتح، بس لكن انا عايزه اعرف هي بتشتغل ازاي لما احط الحاجه جواها؟ هل من فوق بيظهر زرار؟ هل بيظهر صوت لما بيخرج؟ اوكي تمام. انا كل ده ما بعينه على الهوا، بس هقولها لك تاني واشرحها لك بتفصيل التفصيل. هو اول حاجه لما تيجي نملاها يا استاذه رواندا ما بنملهاش للاخر، لازم تسيبي مسافه، لازم اي حل ضغط ثلاث ارباعها بس يبقى مليان. ليه؟ هو ده بيحصل عمليه ضغط جوه للميه، فبالتالي انت لازم تسيبي لها مساحه. في علامه كل حلل الضغط اللي موجوده في العالم بتلاقي لها علامه، هتلاقي حتى بتاعت سلامبوش او كيتشينوفا هتلاقي لها موجوده علامه كده انك تمليها للحد ده، فاهم ازاي؟ طيب في حاجه تانية ممكن اقول لك عليها، لو هتحطي فراخ فيها او لحمه او اي حاجه يعني، تحط الميه اللحمه الاول وبعد كده تحط الميه وتحط الحاجه بتاعتك وتمليها للايه؟ للاخر. للحد المسموح بيه، وبعد كده بتقفليها. بعد ما بتقفليها بيبقى ليها صمام امان كده بيطلع زرار احمر، ده بيبقى سيفت لحضرتك، اللي هي طول ما فيها بخار من جوه عمرها ما تفتح معاكي. وانا ان شاء الله باذن الله هعمل لك حاجه بيها قريب جدا يعني.
معلش بقى ايه، انا بالي طويل قوي في موضوع السمبوسك ده، عشان ايه عايزك تتعلميها من غير ما تحطيها على البلانشة خالص اهو كده. وانا بقول ايه، انا عمالك بيدنا. ايوه سعيد عرق، انا بقالي ساعه بتكلم. بص يا كبير اهي كده اهي ماشي، وهوب كده تقوم ماسكه الجراب بتاعتها كده اهي، ناخد ايه الجبنه وهوب بعد كده اهوت، طبقها كده بايدينا ونضغط عشان املاها في كل الحته دي. ما شاء الله حمدي ما شاء الله، ربنا يكرمك يا صاحبي. كده يا باشا والله اخر واحده والله معلش، يلا استاذن اخر واحده كده. بص تمام ماشي، لازم تحل منها التبريد كويس عشان تعرفي اللي هي ايه، تعرفي تلفيها كويس. ونصيحة من اخوكم محمد، ما تعملوش السمبوسك في البيت. والله العظيم الكلام في بجد. يعني حاجه كده اهوت ايه دي من تعرفين انا يعني بقول لكم من الاخر، يعني في حاجات كده ما ينفعش تعمل في البيت. السمبوسك اعملها يا باشا، اجيبها من بره جاهزه، اوفر لك واحسن لك وحرفيا اوفر لك كده اهو. الله عليك، خلي بالك انا بشتغل يعني هي انت لا انا يعني دي بشتغلها بسرعه، بس هي الفكره بس والله عشان قدامكم انا بعلمها لكم فبالراحه، لكن انت بقى بعد ما تتمرسيها كويس جدا هتلاقي الموضوع ممتع جدا جدا، ومش هتاخد معاكي دقايق تكوني مخلصاها. فاصل وبعد الفاصل نواصل، يلا بينا. بنسوي دلوقتي، اهلا بيكم طبعا، رجعنا بعد الفاصل. بنسوي دلوقتي السمبوسك بتاعتنا، وقلنا طريقه اللفه بتاعتها السهله جدا اللي ان شاء الله تقدري تعمليها، لان دي اول يوم طبعا رمضان دي لا غنى عنها. يعني اللي عايز يلف دلوقتي ويحط يا باشا في الفريزر يلف، اللي معاه الامكانيات يعمل كده يعمل كده طبعا. نقلب بس تاخد اللون الذهبي، اتقفلت طبعا متقفله صح، وايه عمرها ما تفتح منك ولا اي حاجه. ايه مشروب كده عايز اعمله؟ بصي الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ بس ايه نطلع بس السمبوسك الاول عشان ايه؟ يعني ما بحبهاش تاخد لون بصراحه زياده. ناخد لون ذهبي تمام، بص الشعريه عامله ازاي؟ فلفله مفيش بعد كده. بص حلاوه، بص شويه شعريه
حاجه كده ايه بقى، شويه بصل. الله، حاجه كده جميله. ماشي، ومع شويه الكبده اللي احنا معمولين دول، شويه السمبوسك، ايه ست منيو متكامل ان شاء الله النهارده. طلع يا باشا ديت، وهم حاطه فين اهي، على المنشف، والهنا والشفا. اخر اربعه او اخر خمسه. بص انا بص بص انا عملت السمبوسك على كام مرحله، على سويتها على كام، ثلاث مرات، فاهم ازاي؟ ناس بتقوم بستعجلها وتقوم حاطه على طول الحاجه وتشتغل بيها، فبالتالي بتطلع مش مظبوطه. فانت تخلي بالك من الموضوع ده كويس قوي، انك ما تحطيش كل الكميه مع بعضها، تطلع معاكي مقرمشه وكل واحده تطلع ما تفتحش معاكي وكل الكلام ده هوت، لان الزيت بتاعك لو مش سخن السمبوسك بتفتح منك وما بتبقاش لطيفه خالص معاكي. انا بجيب تفاحتين اتنين، ماشي، اقطعهم كده وهم جايب عندي ميه سخنه، احطها هنا في الكزرولة الجميله ديت. ماشي، ناخد عندنا التفاح الجميل احنا مقطعينه مكعبات ده، وندقله هنا الميه السخنه هنا. تفاح، طلع استاذ حمدي السمبوسك بتاعتك الجميله. هو ده الشغل، هو ده الشغل، هو ده القرمشه والشغل العادي. ثواني يا حمدي بقى، تواجد محترم، خد يا هاجر. بص بقى التفاح ده بنعمله ايه بقى؟ التفاح ده بندلعه على النار كده، يصفي، قرف خشب، ماشي الكلام. وبعد كده بقوم واخد عندي نعناع اخضر، ماشي كده اهو، بس واسيبهم على نار هاديه لحد ما يبدا التفاح يستوي معايا وكل حاجه تغلي معايا. طب التفاح هاخده احطه في الحاجه، هو ده الوحيد اللي انا هاخده من الكلام ده كله، واليسو هياخد طعمه مع التفاح، والتفاح بعد ما يستوي اقوم واخده احطه في الكوبايه تحت، واقوم حاطط المشروب ده عليه. اتفرج عليه ان شاء الله بعد ما يخلص هيبقى عامل ازاي. طيب الكريم كراميل اللي انا بقول لك عليه اسهل من السهوله، يعني لتر الا ربع بحطهم هنا في الخلاط من الحليب، ماشي، باكو واحد بس من البسكوت الساده اهو، ادي باكو اهوت من البسكوت الساده، بسكوت ساده اللي بص اللي هو فاهم ازاي، بسكوت ساده، بص اهوت هنا، ماشي، شوية سكر صغيرين، نص كوباية سكر، باكو من الكريم كراميل، باكو من الكريم كراميل، حط عندي اتنين عدد بيضة، بسم الله، ادي اتنين عدد بيضة، شوية فانيليا صغيرين، وبعد كده بقوم واخد عندي صباع واحد بس من الموز اهو، صباع واحد بس من الموز عليها، تقوم حطها هنا، خليط ولا اروع ولا احلى. بص يا باشا نقوم حطينا كده ونقفل ونشغل، بسم الله. عندي اي بقى حاجه كده على النار عشان ايه اديها الكراميل بتاعتها.
ما في سرعات يا ابني والله هنا. بص يا باشا الحاجه تمام قوامها ولا كلمه، ادي قدام حضراتكم اهيت، فاهم ازاي؟ اهي كده بقى تمام جدا، واخد الخليط بتاعه واخد كل حاجه. انا قلت ده الطبيعي اصلا. ما هتصدق دي حركه على فكره يا حمدي، انت ذكي قوي. هو يا عم هو حركه عشان دي يثبت عليها اهي. والله والله بتريق، بس هي فعلا دي معموله عشان كده اهيت، عشان دي الفكره. ما هي يقف كده ما يتحركش من مكانه. فضيحه يا اخوان، مش حاسس انا بهبد. ماشي تعال بقى ناخد عندنا السكر. نحط عندنا شويه سكر كده صغيرين، نقعد كوبايه سكر، نبدا اللي احنا نعمل لهم كراميل كده بسيط عشان نظبطه. وايه واخد عندنا البوله الجميله ديت، قالب انجلش كيك اللي احنا نبدا نشتغل فيه بدون ما ندهنه اي حاجه خالص. هناخد عندي صباع الموز ده اهوت ونقشره تقشيره كده حلوه. وتبقى جاهزه معايا. اول ما هعمل ايه بقى؟ اول ما الكراميل ده هيقوم يعني ساح معايا وظبط معايا، بديله شويه ميه صغيرين جدا، ميه سخنه مش اي حاجه، ميه سخنه يعني الميه بتاعت الكاتل شغاله اهي. النص كوب اللي انا حاطه ده يكرمل معايا، بديله حاجه بسيطه 4 معالق من الميه السخنه بس، واقلبهم عشان يبقى زي الكراميل اللي انت بتشوفيه في الاكياس اللي هو الجاهز، يبقى زيه كده بالظبط. ده بيتعمل بميه مش بكريمه، كريمه ده موضوع تاني. لكن الكراميل اللي بيتعمل للكريم كراميل اللي احنا شغالينه ده بيتحط معاه ميه سخنه. فالمشروب ريحته عبقريه، تفاح مع النعناع مع اليوسفي، بقول لك ايه عاملين ميكس رهيب. وان شاء الله يندوق. طبعا بيتحط معاه عسل ابيض معلقتين اتنين، فمشروب صحي محترم يعني اهو. يلا هناخد فاصل كده صغير كده، وعلى ما السكر بس ايه يحروق معاه شويه كده، ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد الفاصل. هز كده شعر بسيطه، بص الكراميل اللي حطه فين بس يعني عشان الوقت والله. بس الميه حطيت شنة ميه وحطينا الكراميل من تحت كده. فبص بقى اتعمل ازاي اهي، فاهم ازاي؟ ومن تحت كده اهي يا عيني، ماشي الكلام. وموز شويه موز صغيرين، ونبدا ناخد الخليط دهوت بالراحه بقى خالص اهو من جنب واحد، ها عشان الكراميل ما ايه ما يبقاش ميكس مع الحاجه. اعمل بقى للاخر يا باشا. بص تلات ارباع بالظبط جابت لك الفورمه، ماشي الكلام؟ انا مش عامل حاجه منها يا جماعه، مش عامل نسخه منها. دي هنوريها لكم على السوشيال ميديا او بكره، وبكره ان شاء الله هقطعها لكم. فاهمه ازاي؟ دي بتاخد بالظبط ساعه في الايه؟ في الفرن على درجه حراره 160. كأني بسوي تشيز كيك بالظبط اهو. احط ميه سخنه هنا في الصاج. كلام جميل. وناخد الباشا دي كده يعني ساعه الا ربع. ساعة الا ربع تبقى زي الفل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس ايه قبل ما اقفل الفرن هعمل حاجة كده حلوة. نمسح الحروف ديت واقفل يا باشا. معلش بقى ايه هظبط السيتنج بتاعها بس هنا. لا فوق وتحتهم ماشي تمام. 100 160 وهو عامل علامة صح كده بقى تمام. تعالى نغرف عندنا الشعرية. يبقى عندنا الطبق
شويه شعريه كده واسيب التانيين دول اعمل بيهم الطبق بتاع الكبده. حكايه كده اتاكل لوحدها اصلا، ديت لوحدها كده حكايه يعني. جربيها مكان الرز تعجبك بجد يعني. اهي ناخد الطبق ده اهو اهو ماشي ماشي الكلام الجميل كده. وفي النص نقوم حاطين ايه؟ احلى كبده في الدنيا، كبد وقوانص. الله، بشويه الصوصات الحلوه ديت. ريحته بتجنن والله بجد، ريحته حلوه قوي بجد يعني، جميل وسهل. وشويه الكزبره اللي حطيناهم في الاخر دول، وشربت الميه اللي احنا حطيناها، فطلعت شويه صوص بقى حاجه كده من الاخر. انا حاطط لها معلقه صلصه يا شباب على فكره. يعني هي اصلا يعني المقادير اصلا هي فيها موجود اصلا صلصه، بس احنا زودنا شويه صلصه صغيرين. فممكن اعتقد ان انا حطيناها في الفاصل يعني، معلقه صلصه صغيره يعني. فواجب علي ان انا اقول لكم اي حاجه بضيفها زياده. تمام كده، ده بالنسبه للطبق. السمبوسه خلاص، تعالوا نبص على التفاح استوى ولا لا. استوى يا باشا، استوى ومطلع، والتفاحه اهيت عسل. ناخد ايه بقى؟ ناخد عندنا العسل الابيض الحلو ده، ونقوم حاطينه فين؟ مشروب كده عالمي. تمام جدا. نعمل ايه بقى؟ تاخد المشروب دهوت، تاخد المشروب دهوت يا استاذنا، مع النعناع مع اليسري مع كل حاجه، واديها. في الخشب طلعيها. ما والله مش بهزر، انا مش عايز اقول لك مطلع ريحه اللي كده كده مش هتفرم يعني، هو لان هي القرفه الخشب كبيره فمش هيفرمها. بس بقول لك اليوسفي مع التفاح عاملين ريحه جميله، مزيكا مع النعناع كمان. لا حلو 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 يعني، مع معلقه العسل الابيض. نقوم واخدين الباشا ده كده ومصفينه. باشا تعالى هنا يا باشا، هنا يا جامد انت. القرفه الخشب بقى نقوم عاملين ايه؟ اسمنا كده، واحدة هنا واحدة هنا، واديها يا باشا. بصوا اصلا بقى الميكس نفسه بتاع النعناع. نعناع ويوسفي تفاح، ايه تاني؟ قرفة خشب. تخيل اصلا المشروب ده هيبقى طعمه عامل ازاي؟ طعمه في الجون، عارف الريحه بتاعته باينه اصلا عليه واحنا بنضربه. فان شاء الله تعملوه وهتتبسطوا منه جدا.
خد اخر واحده كده. لا اضرب التفاح احلى. ناخد القرفه الخشب كده ونقوم حاطينها هنا واديها يا باشا. طيب الهوت سايدر اللي بيتعمل في كل الكافيهات بيتعمل ازاي؟ عشان بس تبقى انت عارف، هو مش تفاح طبيعي، انا اشتغلت لك المشروب ده طبيعي وقلت لك ازاي. الهوت سايدر اللي بيتعمل بره بيتعمل عصير تفاح. يعني عصير تفاح بيجيبوه سكر بيغلوه مع قرفه خشب ويقدموه لك ويقول لك ده ايه مشروب التفاح السخن، ده اللي بيحصل. لكن طبيعي لا، فانت تاكل حاجه طبيعيه، تاكلها مع اليوسفي مع النعناع مع القرفه الخشب بجد هتستمتعي بيها جدا، ومعلقتين اتنين من العسل الابيض واديها يا باشا، او عايزه تحطي سكر براحتك خالص. حلقتنا خلصت، وبكره ان شاء الله هوريكوا الكريم كراميل بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي. جربوا المشروب ده بجد وادعوا لنا ان شاء الله. اشوفكم على خير، حلقه جديده من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، سلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.